لاعب منتخب حصل على آسيا ما شاء الله. اليوم تكريمنا لفريق النشاط الرياضي على المنجز الذي حققه هذا العام بالنسبة على مستوى المديريات في العراق هو تكريم لكل الكوادر التي عملت على هذا الإنجاز ابتداء من كوادر النشاط وأولياء الأمور والجهات الساندة. المديرية مهتمة بهذه المواضيع ودعم الطاقات والمواهب. أيضا نشكر كل الجهود التي بذلت من أجل هذا الإنجاز، وإن شاء الله نوفق إلى تحقيق إنجازات أخرى على المستوى الرياضي والفني. إحنا ضمن الخطة المركزية تقيم وزارة التربية للمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي اقامه الانشطه الرياضيه او البطولات الرياضيه. احنا السنه حقيقه مشاركتنا فعاله وقدرنا نحقق منجز على القطر. البطوله الاولى صارت بالشهر الثاني، حصلنا اول على العراق بقرة الطائرة، بعدها اليد حصلنا المركز الثالث، وبعدها الانجاز الاكبر اللي فرحانين به كره الطاوله، لانه احنا ما عندنا انجازات بكره الطاوله، اغلب الانجازات محصوره بين محافظه النجف والناصريه. فهذا دليل الى انه وجود قاعده عندنا، ونشكر الاتحاد الفرعي ومركز الموهبه للتعاون. ودور يكون النواه الابتدائيه يحسب هذا كم ساعه راح يلعب عندنا، يلعب عندنا متوسط ولا عندنا اعداديه، قسم بهم مثلا ابتدائي هم من اصغر لاعبين تاسيسيه، وقدروا هسه لحد الان ينسحبون لمنتخب العراق وممكن يمثلون العراق بالبطوله العربيه. حصلنا كاس والميداليه المركز الاول على العراق، ولعبنا النهائي ضد الناصرية وغلبناهم 3-1. والمدرب هسه عمار وهسه علي جادي وهسه غالب ولاعب منتخب العراق، وحيدر كوميل لاعب منتخب همين، محمد عمار صاحبه للمنتخب هسه كرة الطاولة للبراعم الابتدائية.